زي ما بقول فقراتنا لليوم رح نبداها من عالم الصحة والتغذية مع بداية العام الدراسي. بتزيد نشاط الطفل وبيزيد عنده معدل الحركة، وهون الأم بتبلش تدق ناقوس الخطر للاهتمام بغذاء طفلة. شو الغذاء الصحي المناسب لهي الفترة، وكيف ممكن الأم تنتبه لهذا الموضوع ليكون بسلم أولوياتها بموضوع العناية بالطفل؟ كل هالقصص رح نعرفها مع أخصائية التغذية ديانا فلوح. يسعد صباحك. يسعد صباحك أهلا ميرلين، وسهلا فيك يسعد ديانا. صباحك زينب، كيف يسعد كان يوم؟ صباحك. تمام تمام، تمام، اشتقنا لك. وأنا بالأكثر والله. خلينا نحكي شوي، يعني هلا كل الامهات يمكن انت وحده منهم بيعانوا من انه في تغير، ان كان بنظام اوقات النوم ونظام الحياه، صار في 100%. مدرسه، صار في نظام غذائي. خلينا نحكي كيف الام بدها بقى تثبت النظام الغذائي، خاصه تظبط بنعرف تظبط لانه بيكون في الانتقال، خربطه، ايه، صحيح. انتقال بين العطله وبين اوقات المدرسه. حلو كتير انه طالعين بالفقرة اليوم، لانه في بعض المدارس اليوم حتى اول يوم، صحيح، فان شاء الله يكونوا الطلاب، مو الطلاب، الامهات اغلبهم الطلاب يكونوا صاروا بالمدارس موفقين يا رب. بس التحضير المفروض كان يكون زين بالفترة يلي قبل. تنظيم ساعات النوم، وهي اهم نقطة ذكرتيها، هي المفتاح بنجاح هذا الموضوع. تنظيم الوجبات كمان كتير مهم، تنظيم وجبات للبيت كله، يعني مو بس للطفل. لما يكون الأم عندها جدول محضر مسبقا للأسبوع كله بالوجبات اللي ممكن تبعتها مع الطفل، لأنه الطالب أو الطفل ما بيحب عنصر مفاجأة، إنه بيفتح الشنطة وبيلاقي هالسندويشة هي ما بحبها، بصير وقتها في الخيارات السيئة، خلينا نقول، يلي يا اما موجودة ببوفيه المدرسة، يا يلي رح تخليه يجوع كتير يطلع من المدرسة ياخد اي شيء ممكن يطلع بوشه. فالخطوة الأزبط هي تنظيم الوجبات للبيت كله. هذا الشيء بيصير مع العائلة بالاتفاق، يعني بعطلة او قبل ما نبلش بالمدارس، انه مثلا نحن بهذا اليوم رح نبعت هالساندويشة على المدرسة، رح نبعت هالسناك معك، رح يكون في عنا هالغدا بالبيت. يعني صح ممكن تاخد شوية وقت هالخطوة، بس ممكن تعمل فرق كبير وتختصر وقت كتير بخلال الأسبوع، خاصة إذا كانت الأم عاملة، لأنه الأم العاملة يا بدها تضطر تحضر وجبات البيت كله بآخر النهار، أو إذا مثلا بدها تنطر لبعد ما ترجع من الشغل لتحضرهم، فهي فترة للأطفال أو للطلاب ليصيروا ينقرشوا أي شيء موجود بالبيت، وهون بيصير بقى في التخبيص، خلينا نسميها بالعامية، والخيارات يلي ممكن تكون موجودة بالخزانة، المشهيات الموجودة بالبيت مثل الشيبسات أو العصير أو السكريات العالية، يلي أول شيء بخلي الطفل يفقد التركيز أو يصير عنده هايبر أكتيفيتي، بيصير في عنده نشاط زيادة، ما بيستثمر بالحالة الذهنية أو العقلية اللي بحاجتها الأطفال ببداية العام الدراسي. يعني حكينا عن موضوع التنظيم قديش مهم بفترة الانتقال من العطلة للدراسة، ولكن خلينا نحكي من مبدأ جود بالموجود. تمام، بالبراد عنا يمكن في كتير أغذية مفيدة، أو حتى الأم ممكن وهي الصبح عم تشتري حاجياتها، في شيء ما نو كتير غالي بيكون وبنقدر نحطه بشنطاية الطفل نغذيه بهدول ال7 ساعات عم يكون فيهم ما في بالمدرسة. شيء غالي، يعني أنا ماني كتير مع فكرة إنه نلحق الترندات أو الأنظمة أي الغذائية شيء المعقدة. الموضة يلي ممكن عم نشوفه. يعني كنت عم نشوف انه شو ممكن اكثر شيء امهات، خلينا نقول من ثقافات مختلفة، يبعتوا في شغلات فعلا سيئة وغير صحية ما بتناسب اطفالنا وغذائنا. برجع بقول دائما غذائنا يلي دائما بنعطيه للاطفال هو الاحسن هو الافضل. يعني اهم شيء اول خطوة انه نحن نطعمي الطفل قبل ما يروح على المدرسة. كثير اطفال يا مالهم نفس، يا بيشوفوا اهاليهم ما بياكلوا الصبح، يا ما بيفيقوا بكير ليفطروا. هي الخطوات الثلاثة أو القصص الثلاثة اللي بتصير مع الطلاب الصبح ما بتخليهم ياخذوا الوجبة الأساسية اللي بحاجتها. دائما بنروح على المدرسة بالحصة الأولى أو بالحصص الأولى بيكون في أكثر مواد فيها ضغط، الرياضيات أو العلوم أو الفيزياء، فهي بدها تركيز من الطفل، فما لازم يروح مانو أكل لأنه راح يكون فائت التركيز تماما. النص الوجبة الرئيسية أو وجبة الإفطار لازم يكون متناول الطفل بالبيت، النص الثاني بالفرصة الأولى أو بال9:30 10 خلينا نقول، يلي أغلب المدارس تعتمد هالتوقيت. الفرصة الأولى فشو ممكن يفطر بالبيت؟ شيء سريع ما يكون فيه بده تحضير،
دايما بشوفها بالبيوت بتضيع. خلينا عن جد نرجع لأصولنا، صينية فيها لقمة من كل شيء محطوطة بزبديات صغيرة، الزعتر، البيضة مبني الزيتون. المسلوقة، ممكن شيء ياخدوه حتى بنهاية الأسبوع إذا هن ما بحبوا خلال المدرسة، المسبحة، اللبنة، الجبنة، تغميسة، لقمة، لقمتين على الماشي تعطيهم الحاجات يلي هن بدهم اياها لتعطي طاقة بتركيز، لتعطي طاقة ليكفوا هالست او 7 ساعات الطويلة بالمدرسة. بالفرصة الأولى كمان احنا ممكن نلف سندويشة صغيرة وننوع بين التوست، بين السمون، بين الخبز الأسمر، بين الخبز العادي، لا نعطيهم شيء يحبوه أولا، يعني إذا في شيء بالإكراه عم بيصير أي شيء من هالخيارات ما رح يزبط. بالاتفاق المسبق مع الطفل، يعني مثلا اليوم نحن رح نلف زيت وزعتر، اهم شيء الوجبه تكون كامله من ناحيه العناصر الغذائيه، يعني يكون فيها كربوهيدرات، النشويات، الخبز، يكون فيها عنصر بروتين، يعني عم نحكي عن اللبنه او المسبحه، وخضار او فواكه، الجزر، الخيار، هي اللي اكثر شيء بتلقى وما بتشتش بصراحه بساندويش الاولاد. فبالإضافة لسناك اللي هو ممكن يكون قطعة فواكه، بيرجع على البيت بيكون الغداء ناطره، أو إذا كانت معظم ستات البيوت بتحب إنه تأجل وجبة الغداء ليجي رب المنزل بنهاية النهار، يكون في شيء خفيف ياكلوه الطفل حتى ما يلجأوا لشغلات ما بدنا نسميها سيئة يلي بتعطيه سعرات حرارية فاضية، بنسميها الامتي كالوريز بالإنجليزي، مثل الشيبسات أو المكسرات أو الشوكولا. العصير، المشروبات الغازية أكيد يلي ما بتعطيهم فايدة، ما بتعطيهم تركيز حتى ليدرسوا، وما بيكونوا جاعوا بالوقت اللي لازم يكونوا هن لازم يتعشوا أو يتغدوا الوجبة الرئيسية، وبالتالي ما رح يأكلوا من الوجبة. نعم، يعني هلا كمان في، خلينا نقول، مرض العصر اللي هو فقدان الشهية تمام، زائد المكملات الغذائية غير المدروسة اللي عم تنعطى للأطفال، خاصة لأنه بتخوف كمان. صح، فخلينا نحكي كمان عن هذا الشيء، كيف هي الأم تعرف إنه ابنها عنده فقدان للشهية، والمكملات الغذائية كيف توصل لهي المرحلة لتعطيه المكملات؟ تمام، شكرا لسؤالك زينة عن المكملات، لانه هي شيء بدنا نتعامل معه كانه دواء، يعني مو شيء فيتامينات فينا ناخده او ينعطى من رف الصيدليه دغري لفم الطفل او الطالب، لانه هي شيء في له استطبابات، لازم يكون في نقص واضح ومتجسد بجسم الطفل حتى ينعطى، لازم ينعطى بإرشادات طبيب أو أخصائي تغذية بناء على فحوصات وتحاليل أو فحص سريري شايف طفل، يعني في معالم واضحة له شو ما كان النقص، سواء الحديد سواء فيتامينات. إذا كان خاصة الطفل فيتامين د عم يعطوه للأطفال من هلأ يعني. ليكي بنعطيه، يعني بنعطيه للطفل حديث الولادة لأنه بيكون معتمد تماما على على الدم. حليب الأم يلي ما فيه نسبة كبيرة من فيتامين دي، هي وقتها ممكن، وصارت كل المدارس الأخيرة تقول بضرورة إعطاء نقوط، بس إذا طفل عم يلعب كل الصيفية بالشمس، رايح مسبح أو بحر مرة مع العيلة، نشاطه منيح، ما عنده آلام عضلية، ما في يعني شيء صارخ بيقول لك إنه لازم تاخذيه أو تعطيه فيتامين دي، أكيد ما له أي داعي، بس والله جارتي وأمي نصحتني هدول ما لازم تصير. المكملات الغذائية مثل ما قلنا بتنعطى بعد إرشادات طبيب، بعد تحاليل، وأكيد إذا كان طفل مثل ما قلنا عم يلعب، صحته منيحة، نشاطه منيح، عم ياخد خضار، عم ياخد فواكه، عم يشوف الأهل عم ياخدوا خضار فواكه ما لها أي لزوم أو أي داعي. موضوع فقدان الشهية اللي سألتيني عنه زينب، ما يعني نحن ما منا كتير تكون الأم هي المرجع، لأنه دايما من ناحية الأم أو الأهالي طفلي يا ما بياكل يا بياكل كتير، فهذا الشيء بيقيمه أخصائي التغذية أو طبيب الأطفال بناء على جداول النمو، معدلات النمو اللي نحن بندرس فيها الوزن بالنسبة للعمر، الطول. الطول بالنسبة للعمر، إذا كان طفل ماشي ضمن معدلات النمو طبيعية أو ضمن الرينج الطبيعي اللي لازم يكون فيها، فنحن بننفي هذا الموضوع تماما وبنقول طالما الأكل عم يعطي، عم نسأل عم ياخد كربوهيدرات إذا إيه نفيناها، البروتينات الصحية، الدهون الصحية، الفيتامينات، وما عاد عم ياكل خضرة وفواكه، بنصير نستجوبها، إذا عم ياخدهم كلهم نشاطه منيح وما عنده أي، أكيد أكيد ما أنا بحاجة للمكملات، وشهيته بتكون منيحة. أكيد.
ديانا، يعني إذا ما نحكي عن الأخطاء الشائعة اليوم اللي بنلاقيها بكل بيت، للأسف هي موجودة نتيجة يمكن تنوع السلع اللي عم بتكون بالسوبر ماركت، أو حتى الأم يمكن في مجهود لازم تبذله مع الطفل لتجبره، مثل ما قلنا نحن فقرة إنه ياكل الصبح، يمكن هي الشريحة الأوسع اللي بترفض هذا الشيء ابتداء منا نحن الكبار. فخلينا نحكي عن أبرز الأخطاء الشائعة اليوم اللي عم ترتكبها الأم وما عم تنتبه لها بموضوع الغزام الغذائي للطفل. الطفل مقلد نرمين، يعني شو ما شافك عم تعملي رح يعمل. هذا عم نحكي على أطفال ما وصلنا لمرحلة الطلاب، يعني من لما يبلش في إدراج للطعام للطفل من عمر 6 شهور ل 12 شهر لازم نحن نعطي الطفل كل شيء. الأم الحامل اللي بتاكل كل شيء، بتعتمد على الطبخ بوجباتها، بتاكل البصل، بتاكل ثوم، بتاكل الخضار بكل أشكالها، بتعتمد على كل أنواع الفواكه مو نوع أو نوعين، رح يجوا الأطفال 100% بياكلوا كل هالقصص. بس بتبلش المشاكل لما يكون في جو سري غلط، يعني الاب ما بياكل، بيعتمد على فنجان القهوه والسيجار الصبح، الام نفس الشيء بتطلع مستعجله ما في وقت لتحضر كاسه النسكافيه، او مستعجله بدها تجيب اغراض، او مرتبطه بشغل برات البيت، فهون بتبلش المشاكل. دائما التحضير المسبق الفئه بكير شوي ممكن تساعد الطفل انه ياخذ شيء خفيف الصبح. مثل ما قلنا ما ضروري نحن نعتمد لهم دائما بس يعني كاسه كعك وحليب مثلا الصبح، ما بتاخذ اي مجهود من الام، مجرد تسخينه واعطائها للطفل بصير عنده عاده وبتخليه ياخذ هي القصص. من الاخطاء الشائعه كمان نحن نعتمد كثير على شغلات اللي بس بيحبوها الاطفال او بس بيشوفوها عند رفقاتهم، او نعطيهم مصروف زياده. كيف يعني؟ والله رفقاتنا بالمدرسه عم بيجيبوا سندويشه شوكولا، اخذوا كرواسون، ممكن شيء عم يشوفه الطفل هو استح منه، نشرح منه، نقعد مع الطفل نحكي له انه هذا الشيء ما فيه فوائد، عم يعطيك بس سكريات، رح ينصحك، رح يخلي تركيزك اقل بالمدرسه وبالتالي علاماتك اقل، انت لتركز عم تاخذ الاكل الصح، علم رفقاتك يعني جيبهم لصفك، هي بتكون من التصحيح لهي القصص. من الشغلات اللي كمان بنلاقيها المعلبات او اعتمادهم على اللحوم المصنعه، هي شيء لا يفضل ابدا اعطائه للطفل، اي شيء مصنع ضده. بنرجع للسفره الصباحيه المعتاده الروتينيه اللي كنا ناخذها من زمان، اللبنه، الجبنه، الزيت، الزعتر، الزيتون، كلها بتعطينا كل العناصر اللي نحن بحاجتها، وما في داعي لنلجا لسواء مكملات غذائيه او شغلات من بوفيه المدرسه يعتمدوا عليها الاطفال. نحن ما فينا نتحكم بالشيء اللي بنبعته من البيت، بس اكيد خيارات اللي بتكون ببوفيه المدرسه بمعظم الاحيان عم بتكون سيئه، اما المعجنات او الشيبسات او المقالي حتى صار، او كمان ممكن طفل من اي محل جنب المدرسه ياخذ شيء غلط. فنحن بنتحكم شوي بالميزانيه اللي بنعطيها للطفل، وبالتالي بتصير الخيارات محدوده اقل. ما اني بفضل انه نحن نوعي الطفل لمخاطر الاشياء الموجوده ونتركها قدامه، انت لك حريه الخيار، فيك تختار الشيء اللي بيناسبك، اللي بيطولك، اللي بيعطيك صحه افضل. يمكن هون ديانا قديش مهم البوكس الصغيره او الحوار اللي موجوده، يفتح الطفل ويلاقي فيها هيك الوان شغلات عشان هيك بنرجع للمقدمه اللي قلنا فيها، الطفل ما بيحب عنصر المفاجاه. التخطيط المسبق، نحن نتفق مع الطفل انه اليوم في عندك سندويشه زيت وزعتر مع خياره، رح نبعث الفاحة. معك شو بدك فواكه، نحاوره انه شو النوع اللي بدك اياه، نعطيه اكثر من نوع وقتها رح يختار. موضوع الاشكال يعني هي اذا كانت الام كثير رايقه الصبح ممكن نحن نلعب فيها، او كثير متفضيه، بس نحن ما نعود الطفل دائما انه على شكل الكوكيز كاتر، هي اللي بتكون على شكل هلال او بطه او سمكه اتسترا. بدنا نعود الطفل انه وين ما كان وكيف ما كان لازم ياخذ الاشكال الطبيعيه للاكل. ونحن انا مع انه تعويد الطفل من عمر صغير انه يكتشف الاكل بايده، يحضر ويشارك بتحضير الساندويتش او اللانش بوكس اللي بده ياخده معه على المدرسه، لحتى نضمن انه اخذه كله. اكيد يعني ديانا بظل الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي عم نمرق فيها، كثير من العيال، خلينا نكون شوي واقعيين، كثير من العيال او الامهات احيانا بتحاول تقدم كل شيء موجود بالبيت للطفل حتى ما يشتهي من غيره. كمان صحيح. بطريقه كمان في عندها كثير من يمكن من الحلو اللي بتصنعه على ايدها حتى ما يعني. فكمان خلينا نحكي شوي عن الحلويات المصنوعه بالبيت، شو المكون الاساسي المفروض يكون حتى يعطي الغذاء؟ تمام. يعني انا بسمع الشوفان كثير. الشوفان اول شيء مأمن ومستطاع تامينه، ما في شيء صعب، الست البيت بنص ساعه في
فيها تعمل كوكيز من الشوفان حتى على البارد، يعني ما بدها فرن وغاز القصص، شوفان مع شوية تمر وموزة أو أي نوع فواكه مجففة ممكن ندخلها، ممكن تكون خيار جدا مثالي للحلويات. بس احنا دايما ناكل هم بالمدرسة أي شيء ممكن يتفتت، لأنه أغلب الأمهات عم يعتمدوا على الأكياس البلاستيكية مو على اللانش بوكس بشكله اللي صرنا نعرفه هلأ، فبدنا شيء ما يتفتت، يلقى بساعات طويلة ما يتشتش. فالشوفان خيار جدا منيح. نرجع للفواكه، هي الخيار الأمثل والأفضل لسناك الفرصة الثانية يلي ممكن يتناولوها الأطفال، ودائما يعني تخييرهم ما نعتمد دائما على العصير. أولا موضوع التركيز بالصف، يعني ممكن يصير يطلب الطفل أنه بده يستخدم الحمام اكثر، فرح يفقده شوي من وقت هو رايح للمدرسه يتعلم فيه. نرجع كمان الشغله الثانيه، انه هي شيء مليان بالسكريات، اذا بدنا نحكي على العصائر كحلويات مليان بالسكريات يلي بس تعطي طاقه لفتره مؤقته بلا فيتامينات ومعادن. نحن بنعرف انه حتى عصير البرتقال لما بنعصره بشكله الفريش هو عم يفقد كثير فيتامينات ومعادن، فما لها لزوم. واذا الشخص حب يعتمد عليها تكون محضره منزليا لتعطي كل الفايدة اللي هو بحاجته. أكيد جانا، يعني معلومات كتير أخذناها اليوم ونصائح وأخطاء شائعة ضوينا عليها بفقرتنا الصباحية. بدنا نشكرك كتير أخصائية التغذية ديانا فلوح. مرسي لك نرمين، شكرا لك زينب، شكرا لك، إن شاء الله عام دراسي موفق لكل الطلاب. شكرا لك ديانا، وأكيد بنتمنى من كل الأمهات إنه هيك شوي يروقوا ويطولوا بالهم، خاصة العاملات مع ضغوط الحياة، وهيك بالتوفيق لكل أطفالنا كمان بالمدارس اليوم والروضات. شكرا لك. مرسي لك زينب.